انا معايا على التليفون المهندس هاني زاده، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا باشمهندس هاني، اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء الفل يا ابراهيم، ازيك؟ اخبار حضرتك بخير ايه؟ الحمد لله، نعم نحمد ربنا الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. يا باشمهندس هاني، انا معاك يا ابراهيم. طيب خليني اسال حضرتك في البدايه رؤيتك لما وصل اليه نادي الزمالك حتى الان على مستوى الانشاءات، لان عندي كمان اسئله ليها علاقه بما هو الوضع الحالي سواء على فريق كره القدم او حتى ملف نادي القرن. الانشاءات وما وصل اليه نادي الزمالك، كيف تقيم العمل حتى الان وفقا لمجلس الاداره؟ هو طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الانشاءات في نادي الزمالك، انا بعتبر دلوقتي نادي الزمالك عباره عن قلعه بيضاء كبيره، ويمكن الجديد فيها ان في اكتفاء ذاتي في كل حاجه. ايه هو الاكتفاء الذاتي؟ الاكتفاء الذاتي زي ما انتم كلكم شفتوا، ما فيش لعبه من ال 26 لعبه مش موجوده في نادي الزمالك، من لغايه الجمباز والكاراتيه والجودو والخ الخ. الصالات العالميه اللي اتعملت، الجهد الحقيقه اللي هو المستشار مرتضى عمله في خلال من سنه 2014 حتى تاريخه النهارده. الواحد عشان تخلص يا ابراهيم من اقصى اليمين لاقصى الشمال او من الغرب للشرق وتعرف تمشي في النادي، اعتقد انت هتاخد لك مش اقل من ساعتين ثلاثه مشي من كتر الحاجات الموجوده، المطاعم، حمامات السباحه، كل حاجه. انا الحقيقه فخور مش بس ان انا عضو مجلس اداره في المجلس الحالي والمجلس السابق والمجلس الاسبق، لكن انا فخور النهارده كراجل زملكاوي ان انا فعلا عشت وشفت الانشاءات الكبيره المحترمه اللي معموله. لان ما تنساش يا ابراهيم، انا برضو عشت في فتره التسعينات او الالفينات او العشر سنين اللي عجاب فيهم اللي مر بيهم النادي. الحقيقه الشغل اللي عمله المستشار مرتضى بنسبه 90% وال10% احنا كمجلس اداره، ودي مش مجامله، لان هو اللي كل يوم واقف على ايد الناس وعامل كل حاجه فالحقيقه انا فخور جدا بوجودي في الكوكبه اللي موجوده النهارده في الانشاءات الممتازه اللي معموله في نادي الزمالك. عظيم. ما هو الجديد في فرع اكتوبر؟ فرع اكتوبر دلوقتي معمول البادجت بتاعه، معمول الرسم بتاعه، واعتقد ان البنى هيكون في خلال العام ده ان شاء الله شغال كويس، ويمكن في حدود سنه من تاريخه هتلاقوا حاجات كبيره جدا اتعملت في فرع اكتوبر.